السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي، حياكم الله دكتور، الله يحفظك. كيف حالكم؟ الحمد لله أنتم بخير. الله يسلمك يا رب. وصلنا إلى يعني قضية بدات غادية وكذا. النظام العلماني العالماني العلماني يعني اللغويون يعني يضبطونها بفتح العين. عموما نظام سائد في كثير من الدول، يدافعون عنه بشراسة، حرب قائمة بين دعاة الإسلام ودعاة العلمانية. احنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى كما هي العادة سنفكك هذا المصطلح. فأول شيء يمكن أن نبدأ به، يعني بغينا نعرف أصول هذا النظام، من أين أتت؟ والعلمانية هي واحد المنظومة أو نظام، يعني نظام سياسي وفيه أنواع، يعني ماشي نفس العلمانية كتلقاها في فرنسا مقارنة مع بريطانيا، نعم. لكن عموما العلماني يعني في اللاتينية لايكوس هي الشيء الذي يتعلق بالشعب، حيث كانت نعم الكنيسة نعم والشعب، والشعب فهمتي؟ ف الشيء الذي يتعلق بالشعب يعني كأنه يعني بعيد عن الدين أو لا ديني. نعم بالنسبة للعلمانية بعضهم يعني يعرفها يعني كأنها فصل، يعني فصل الدين عن الدولة، لكن نشوفه مع خصوصا مع واحد المفكر كبير عبد الوهاب المسيري نعم أن هذا التعريف يعني تعريف قاصر. بالنسبة لنا احنا في المغرب مثلا، أن الارتيكل 3 ديال البند الثالث من الدستور كيقول يعني الاسلام هو دين الدوله، يعني نعم هذا مساله هو واضحه نعم ويعني لا 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 الحمد نقاش لله، فيها. الحمد الحمد لله لله أننا أمره. الحمد لله. هذا من فضل الله على هذه البلاد. وهذه المساله الى رجعنا مثلا للملك الحسن الثاني، كان عنده واحد العباره مهمه كيقول فيها ابارتير دو مومون اوني لايك اوني بلو مسلمان. سبحان On ne الله peut pas être musulman. À partir du moment où on est laïque, رحمة on ne الله peut pas être. عليه. رحمة الله عليه. À partir du moment où on est laïque, on ne peut pas être musulman. فهذه العبارة تقدر تصدم هذا الجيل ديال اليوم. صادم الصراحة. فهمتي؟ نعم. لكن احنا غنوصلوا علاش؟ احنا نعم. غنوصلوا علاش؟ أول شيء يعني العلمانية هي منظومة ضد المنظومة الدينية. ضد تواجد المنظومة الدينية في الساحة العمومية. أوكي؟ فعلاش قلت انا التعريف ديال العلمانيه تعريف قاصر، ان نقول هي فصل فصل الدين الدين عن على الدوله، الدين، نعم. لان هذا هو التعريف القاصر على فكرة، هذا هو التعريف السائد على السائد فكرة، اي نعم. نعم، لان المسيري كيمشي كيتعمق في المفهوم نعم. وكيقول ان في حقيقه الامر العلمانيه هي نوع من دمج الانسان مع الطبيعه، ما كتبقاش نعم. واحد المفهوم لا مادي موجود في حياه الانسان، نعم. كتولي يعني الامور يعني متساويه، وفي آخر المطاف يتم يعني تحييد الجانب ديني، الديني. نعم، ف من الحياة عموما، طبعا إلا نعم. رجعنا بعض الكتابة ديال القرن 19 ديال بعض الكتاب الفرنسيين، العلمانية هي إدارة الشؤون المجتمعية بدون الإله. نعم. فهذا هو علاش يعني خصنا نمشيو في بعبارة أخرى العمق. نقدروا نقولوا أنهم كيقول لك بغيتي تعبد الله عبد الله بدارك، دارك اي ما تدخلش لنا خويا في الحياة العامة ديالنا. فعلا، هذا هو هذا هو نعم. المراد، لأنه كاين تصور يعني كنسي للدين، يعني إلا جينا نشوفوا مثلا منين جاء هذا الشيء، نعم السياق والأصول، نعم كتلقى أنه أولا من الناحية الفلسفية كاين بداية داك تاريخية يعني دكتور ياك، قبل البداية التاريخية بداية فلسفية، نعم كتجي كتلقى أن كاين واحد النسبية السائدة، نعم نسبية سائدة في التفكير. لماذا؟ لأن كما ذكرنا في واحد الحلقة، إلا وصلتي لواحد الدرجة ديال ما عرفتيش شنو هي الديانة الصحيحة، نعم كتقول ناخذ موقف محايد والدولة تاخذ موقف محايد، وكل واحد يمارس الدين ديالو كما بغاو الشعائر ديالو، والدولة لا تدخل في هذا الشيء. نعم علاش هذا الشيء؟ لأن أصلا أنت ما عارفش مع من الحق، أنت تلفتي دايخ. دايخ. فالفلسفة الليبرالية كتقتضي العلمانية،
العلمانية. وكذلك في الحلقات اللي ذكرنا قبل ديال الرأسمالية، أن الرأسمالية والتوسعية ديالها لا تقبل القيود، خصوصا في الساحة الاجتماعية، في الساحة العامة. ولذلك هذه من الناحية الفلسفية، العلاقة ما بين العلمانية والليبرالية والرأسمالية علاقة يعني وثيقة. يعني كفكرة قديم بزاف يا دكتور. طبعا طبعا طبعا. وأضف إلى ذلك يعني أسباب حقيقة يعني مجتمعية وتاريخية. ملي كتشوف مثلا الصراع اللي عاشت أوروبا مع الكنيسة، والاضطهاد اللي عاشت مع الكنيسة، والتقتيل والتحريق يعني والمبالغات في مثل صكوك الغفران وكذا، كتلقى أن يعني كان واحد الأشياء التي قد تعلل ديك الثورة ضد كل ما هو يعني دين. نقدروا نقولوا دكتور انهم هذا هو يعني هذه هي نقطة انطلاق ديال النظام العلماني. كانت اصلا سوء تدبير من طرف الكنيسة وعلاقتها مع الدولة، يعني كثرة القتل، كثرة التهميش، انتشار الدماء في كل مكان، الجهل. التجهيل. يعني كاينين اسباب نقدروا نقولوا اسباب منطقيه منطقية في التاريخ في ديالهم، التاريخ ديالهم. في نعم التاريخ ديالهم، نعم لأن احنا كان عندنا العالم والفقيه. صحيح، كتلقى العالم فقيه، العالم الطبيب، العالم التاجر، صحيح. العالم الفلكي، نعم. الفقيه الصيدلي. فهذاك التاريخ ديالهم كان فيه صراع ما بين العلم وما بين وما بين الكنيسة. الكنيسة، نعم. ما بين الشعب وما بين الكنيسة، ما بين السلطة الحاكمة وما بين الكنيسة. كانت يعني كانت الكنيسة واحد السلطة تتغلغل وتستبد، نعم، كتعطي صكوك الغفران مثلا يعني. فالمفكرين ملي نضج شي شوية الفكر، لأن الفكر الإنساني كيتطور نعم وكينضج، صحيح، وصلنا لواحد الدرجة اللي كيقول يعني هادشي ما ما يمكنش، خدامش ما لنا هادشي. خدامش لينا هادشي، فخلي الدولة بعيدة على هادشي. هذا الشيء بغيتيه اعتقد نتايا ممتاز في اطار ليبرالي ديالك. ممتاز. يعني كانت هذه هي نقطة ال وهذا الشيء نقطة ذكروا انطلاق. ذكروا ذكروا جون لوك في نعم. في الرساله ديالو على يعني ليتر سور لا توليرونس، ورساله نعم. حول التسامح. كيقول ان يعني من اجل وصول هذه المبادئ، وهذا ما يسمى بعصر الانوار، وإن كانت يعني هناك أشياء فظيعة وقعت في ما يسمى بعصر الأنوار، مثل يعني تعليل التمييز العرقي بأسباب واهية نعم. وشبه علمية إلى غير ذلك، من ينظر إليهم أنهم فلاسفة أنوار مثل فولتير فولتير. وروسو نعم. وغير ذلك. فجون لوك في الرسالة ديالو على التسامح قال بأنه يعني خاص فصل الدين عن الدولة، هو ما من خدامش ليناش. أول من أول مؤسسين هذه المسألة. وجون لوك نعم. معروف يعني منظر الليبرالية يعني نعم. ذلك. دابا وفي نفس الوقت جون لوك كان كيقول لا تسامح مع الملحد. يعني ما بقى لا تسامح له. تلتم لا الله الله المستعان. إذا غنحاولوا غير باش ندير واحد الربط ما بين هذا الشيء هذا كبدايه، ونشدوا هذا الشيء هذا اللي وقع في هذه الحقبه هذه التاريخيه ونربطوه بالاسباب يعني المتعلقه بتصور يعني النظام. السبب ديالنا حنا. نعم. سبب متعلقه بالمسلمين. بالمسلمين فعلا. تماما. هذه يعني الان ذكرنا يعني السياق شويه خارجي. خارجي نعم. ربما اذا شفنا المجتمعات ديالنا كيفاش تطورت، كاين واحد الاسباب اللي كتجعل بعض الناس كيقولوا خاص منظومه سياسيه بعيده عن الدين. من هذه الاسباب ربما نقدر نقولوا احنا غنحاولوا نشوفوا سبب بسبب باش كل واحد نعطيه حقه، ممكن ونشوفوا فعلا واش هاد الاسباب هذه، واش هاد الناس هادو عندهم الصح. يعني راه كاينين شي امور اللي فعلا خصها فهمتي يعني خصها تبعد من الدوله، او لا راه هاد النظام هذا اللي جا به الاسلام راه ماشي نظام كما يتصور انه، راه بنادم هز السيف بزاف الناس كيتصوروا النظام يعني النظام في الاسلام تصورات غريبه. كيتصوروا النظام الشرعي انه يعني دولة دينية تفرض عقيدة مثلا. نعم. تفرض العقيدة، او كيتصوروا ان النظام الشرعي هو نظام
لا يهتم بالتقدم والتطور مثلا، يهتم فقط بالزهد والروحانيات الى غير ذلك. بعض الناس كيتصور النظام الشرعي انه نظام ما فيهش مؤسسات، يعني كيسحب له يعني نظام اقطاعي ولا اقطاعي ولا المهم الجامع كتاب هذا هو جلابة اعطيه 1000 دينار. ملي كتشوف هذا الشيء هذا كتصور فعلا انه راه ما يمكنش هذوك اللي كيتكلموا عليهم يكون مثلا يعني عايش يعني شويه حقهم الحياه، راكب سياره جميله وكيلبس لباس جميل. لا اكثر من هذا يحاولوا يصوروا الناس انهم هذوك هذه الفئه يعني بعيده كل البعد على شي حاجه سميتها يعني نظام. نعطيك اكثر من هذا الشيء، خلينا من ربما السياره والمنزل داك الشيء النمطي، لان هذا الشيء مسائل يعني نقدروا نعتبروها استهلاكيه. نعم. الانسان الى ولات يمكن له يديرها مثلا، لكن بزاف الناس كيسحب لهم هذا النظام الشرعي هذا ما يمكنلوش ينتج لابوراتوارات وشركات. نعم. ومؤسسات ومصانع ومختبرات للبحث العلمي باش انها القابل. يعني كيتصوروا مثلا ان في المنظومه هذه المنظومه ما فيهاش تمثيل للناس مثلا، لا مثلا كيتصوروا ان في النظام الشرعي لا حق للانسان في الكلمه، كاين الطاعه المطلقه والسلطه المطلقه وما كاينش يعني نقاش. يعني ما يمكنش ينتج نظام، ما يمكنش ينتج نظام. بل بعض الناس كيسحب لهم ان النظام في الاسلام هو النظام في الدول العربيه. يعني هذا الموجود الان. يعني كيسحب لهم ان يعني واحد المنظومه لا تقبل الاختلاف في الاطار الفكري والنقاشات الفكريه، يعني منظومه قمعيه. وكاين واحد التصور اخر كيسحب له ان النظام الشرعي هو نظام هدفه الحدود، يعني قطعيه السارق والجد، هذا هو الاسلام. يعني كيقول لك هذا هو حتى الا تكلمتي يعني مجرد ما تتكلم معاه او لا تناقشه اول حاجه كيجبد لك هي الحدود، او لا اول حاجه كيجبد لك يعني هي ما يتعلق بالجهاد. كان الحدود غايه في ذاتها، غايه في ذاتها. انما جاء الاسلام كله ابتداء بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق. بحال الا شديتي اليوم ميريكان وقلت ميريكان هي لا بين دو مور. تماما، هي القصاص او قتل القاتل ف وماشي غير هذا الشيء. يعني حتى التصور فاسد سبحان الله، ملي كتامل كتلقى ان التصور فاسد. تصور فاسد بزاف الناس كيسحب لهم النظام الشرعي هو يعني واحد النظام اللي يعطي واحد السلطة مطلقة لواحد الإنسان، يعني لا تناقش. كيفاش نظرتهم أولا كيفاش كيقولوا أن نحن كنشوفوا نظرتنا للمرأة؟ لا، هما يرون أن المرأة يعني في المنظومة الإسلامية هي واحد الإنسان. كيجيبوا لنا ذاك التصور الكنسي، عرفتي الكنيسة كانت تتساءل هل المرأة آدمية فعلا؟ نعم. يعني كي يجترون اذا صح التعبير النظام الكنسي ويجيبوه لنا. هذا هو، يعني انا كنقول دائما عندنا المسلمين بزاف المسلمين عندهم تصور كنسي للدين. صحيح. تصور كنسي للدين هو اللي ادى لهذه المطالبه بالعلمانيه والمطالبه بالاقتصاد الراسمالي الربوي والمطالبه بالليبراليه وكذا وكذا وكذا. فحقيقه الامر بالعكس، عكس تماما. اذا جيتي تشوف الوضعيه للمراه في الاسلام يعني وضعيه يعني شحال من انسان يتمناها. صحيح. شحال من انسان يتمناها. وغنتكلموا على القضيه ديال المراه في، نعم، في الحلقات ان شاء الله. وبعض الناس كيظن ان يعني المنظومه الشرعيه واحد المنظومه فيها يعني واحد الاقصاء لاي شيء اسمه فن او رقي او ثقافه. نعم. يعني كاين واحد الافكار مسبقه، كاين واحد الافكار مسبقه، ديال الافكار مسبقه. حتى قضيه دكتور قضيه لا بد اننا يعني نستحضروا الجهل المركب باحكام الاسلام فعلا. فمني كتجي تناقش بعضهم كتلقى انه يعني كما يقول تقول العرب لا يفرق بين الكوع والبوع فضلا عن الكرسوع. ولا لا يعلم ابجديات الاسلام، تاريخه، مشكلة على ماذا قام، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش غادي يدير يكون يعني واحد الفكره على الانسان اللي لا يعلم تاريخه؟ انسان يعني سائل، اي ريح كتجي، اي موضه كتجي كتديه. تماما. طيب بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير. هذه كانت يعني غير واحد كان واحد التصور مجمل على كيفاش بدا الامر، على سوء تصور بعض المنتسبين الى 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 ساحه الفكر لهذه القضيه. ثم بعد ذلك ان شاء الله
وسنرى أمور أخرى متعلقة بالنظام الألماني في الحلقات المقبلة. إن شاء الله إن شاء الله. شكر الله لك. شكرا. نفع الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. حفظك الله. الله يبارك فيك. في الحلقة التي سبقت هذه تحدثنا عن يعني أصول النظام العلماني، سياق تاريخي وبعض الأسباب المتعلقة بسوء التصور ديال يعني النظام الشرعي، يعني الحدود وما إلى ذلك. وديت صراحة منك يعني تحاول إلقاء الضوء على الأسباب الداخلية يعني اللي عندنا احنا في البلاد، سواء في بلادنا أو في غيرها، مهم أسباب داخلية عند المسلمين. والقضية العلمانية وظهور المطالبات بها عندها أسباب كثيرة صراحة، حتى في التطور ديال المجتمعات ديالنا، منها المستوى العلمي والمعرفي. نعم. منها المستوى العلمي ديال الأفراد يعني. طبعا نعم. منها كذلك قضية التقليد الأعمى لبعض العادات المنحرفة. نعم. منها قضية يعني الاستبداد في بعض الدول. كي. بالتالي ملي كنشوفوا هذا الاستبداد كنطمحوا لأي شيء آخر، فهمتي، شيء جديد، اي حبل ممكن اننا نتمسكوا به راه كنتمسكوا به. نعم. وكذلك يعني ملي كنشوفوا التحليل ديال الافراد كنلقاو واحد يعني بعض التبسيطات او المغالطات المنطقيه من قبل يعني ابسط قواعد التحليل المنطقي. مثلا الانسان كيخلط ما بين كوريلاسيون كوزاليتي، يعني ما بين ارتباط وسببيه. نعم. راه ماشي حيت شفنا واحد الدوله متطوره وكذلك علمانيه فالعلمانيه هي سبب تطورها. نعم. الامور اعقد بكثير من هذا، الاسباب كثيره ومتداخله، والا لقلنا يعني ما كاينش شي دوله نظامها علماني وما نجحش. كاين دول عديده منها اللي عندها علمانيه في الدستور كاع، مالي، تشاد، السنغال، جمهورية أفريقيا الوسطى، يعني دول أفريقية كثيرة، دول آسيوية كثيرة، كازاخستان وغيرها من الدول، دول كثيرة علمانية غير ناجحة يعني. فلذلك يعني هذا التبسيط هذا يعني إنسان خصو يحاول يعني ما أمكن يتجاوزه. وكاين مسائل أخرى متعلقة بتزييف التاريخ، يعني حقيقة يعني ملي كنستطع نقنع المسلم ان جميع ما هو ايجابي ووردي ياتي من الدول العلمانيه والاشياء السيئه يعني تاتي من عندك، وهذا كاين في المناهج ديال التدريس. مثلا نعطيك انا مثال في التخصص ديالي في علم الاقتصاد، كنقراو مجموعه ديال النظريات، هذوك النظريات تحمل الاسماء الذين وضعوها. نعم. فهاد الاسماء كتلقاهم كلهم مغربيين. نعم. الدول العلمانيه، فكتقول هما ما استعنوش دكتور بعض المنتسبين الى الفكر يعني من دائره الاسلام. هو كنظن هذا الشيء بدا في حقبه الاستشراق والاحتلال قبل من هاد الاذناب ديالهم اللي كاينين دابا الان. فكتلقى مثلا في المناهج الدراسيه كتلقى مثلا نظريه التقلبات في النمو ديال الدول كتلقاها منسوبه لكيتشين جوغلار كونغراتيا. نعم. في حين ابن خلدون تحدث عنها 6 القرون قبل. كتلقى مثلا تقسيم العلمي للشغل كينسبوه لادم سميث وابن خلدون ذكرو. كتلقى لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني، يعني ان الزياده في الكتله النقديه تضعف من قوه القوه الشرائيه للعمله، منسوبه او لا موفيز موني شاس لا بوني، يعني ملي كيكون النقد رديء كيدفع وكيحيد من الاسواق النقد الجيد. فملي كتكون الفضه الذهب يخزن، وملي كيجيو الفلوس الفضه والذهب تخزن، هذه منسوبه لغريشام، في حين كتلقاها بنفس العباره عند المقريزي 2 القرون قبل. ما شاء الله. مثلا قضيه الشك المنهجي الذي نجده عند الغزالي في المنقذ من الضلال ينسب الى ديكارت، لو دوت ميثوديك. كتلقى عاوتاني كذلك يعني قضيه الضرائب، وان الزياده في الضرائب الى وصلت لواحد المستوى فالمداخل الضريبيه العموميه كتبدا تنقص. التحليل الضريبي كتلقى عند ابن خلدون وربما عند طرطوشي من قبل. عجيب. فملي كتكون انت كطالب وكتجي كتلقى ان العلم كله من الغرب بشكل مزيف، طبعا كتولي تقتنع ان اي حاجه جات من الغرب فهي جيده.
سبحان الله العظيم. حقيقة يعني ملي كتأمل كتلقى أن القضية اللي ذكرتي يعني راجع ليها بالأساس هذا الأمر ديال الكون، نحن ننسب كل شيء للغرب ونهمش كل ما يصدر من المسلمين، طبعا لأننا لا نعلم. قضية أن الإنسان يبحث في ثنايا التاريخ وفي كوننا يعني سبقنا إلى كثير من الأمور، هذه في حد ذاتها كتخلي أن الإنسان يعتز بهويته على الأقل، طبعا وأنه كاين الناس اللي هما ما شاء الله واصلين وقدروا أنهم يبينوا في كثير من المواضيع أنهم لهم قدم السبق في الحديث عنها. والقضية الثانية أنه هذا الشيء هذا كيخلينا أننا نجلدوا ذاتنا بواحد الشكل اللي هو يعني فظيع. الجلد الذات راه نقدر نقولوا انه منظم ومؤسس. نعم، فعندنا مثلا يعني واحد المجموعه ديال الجمعيات والمنظمات والبعثات العلمانيه، نعم، اللي على شكل مدارس او جمعيات او كذا، التي يعني هدفها يعني بث هذا الفكر، وكذلك يعني كاين اصدارات ثقافيه، وكل ما هو يعني متعلق بهذا الانبهار راجع لقاعده ابن خلدون، بما انهم تفوقوا اقتصاديا فنحن يعني نعم نقلد. لكن ما نساوش ان هاد الاذناب سواء يعني كانوا من المنافقين العصريين الذين يعيشون بين ظهرانينا نعم او من الاقليات، فما نساش ان الاقليات لعبوا دور كبير في مد الغازي من الناحيه الثقافيه، وخلخلت المنظومه الداخليه للمجتمع. نعم كتلقى مثلا اليهود والدور اللي لعبوا في خلخله الدوله العثمانيه للحصول على دولة هناك، أو كذلك يعني الأقلية النصرانية الأرمينية وغيرها اللي لعبت الدور في خلخلة المنظومة تما، نعم أو المارونية إلى غير ذلك. يعني كنلقاو هاد الأقليات منها سبحان الله اليوم كيصدر الخطاب الطلب بالعلمانية، إضافة للمنافقين اللي هما طبعا هما عايشين، اللي يعني كي هما الذين لأن بزاف الذين يروجون. يتسترون بالعلمانية كاين بعض الناس يعني تم التغرير بهم، يعني هو مسلم وكيعتقد أن وهذا العلمانية صراحة هي اللي كيبقاو فيك فعلا. أنا بالنسبة لي هذا ما كيعرف لا إسلام لا علمانية، مشكل، ما يعني عارف لا هذه لا هذه. كيحاول يشد العصا من الوسط هذا ولكن راه ما هو، جات والو. هذا ينصرف من هويته أصلا دون مشكل شعور، مشكل كبير. يعني ذاك الإنسان لا لون له. علاش كنلقاو هادشي بزاف في الناس اللي كيسكنوا في الغرب؟ هو يعني طبعا بين قوسين كاين الحمد لله فيهم اخيار طبعا طبعا وفيهم ناس طبعا متمسكين بدينهم بواحد الشكل كبير جدا وعايشين تما، يعني كتلقاهم انهم ما شاء الله في تدينهم وفي حرصهم على الاسلام وفي دعوتهم للاسلام يعني واصلين واحد مستوى عالي، حيتاش ولكن بزاف منهم عاوتاني مؤلفة قلوبهم. تماما. بمعنى ان داك اولا الاختيار ديال الاقامه في الغرب هو اختيار راه فيه واحد الجانب ربما يكون مادي ولكن ربما يكون ايديولوجي. نعم صحيح. فكثير من الناس اللي يقيمون تما ولا هنا هما مرتدين او يعني غير مسلمين، نعم، لكن يطالبون بالعلمانيه. علاش؟ لان هي الاطار القانوني اللي يمكن لهم يعني يعبروا فيه، حيت الاسلام راه لا يفرض عقيده. صحيح. الإسلام منظومة عقدية ومنظومة سياسية، صحيح. بالتالي الذي لا يؤمن راه يمكن يعيش في الدولة الإسلامية منافق عادي. نعم صحيح. عادي يعني صحيح. نتأسف لذلك طبعا، نعم، لأن هذا غيأدي هو أكثر من المجتمع، صح، لكن الشق المجتمعي ديال الإسلام لا يفرض عقيدة. إنسان يمكن نعم. يعني يعيش في دولة مسلمة كنصراني أو يهودي أو أي عقيدة أخرى، لكن الإشكال هو تشهير نعم والدعوة إلى هذا هو التشهير المشكل. والدعوة إلى هي خلخلة نظام. صحيح. اليوم راه غير كتفطر في العالم كيحبسوك، علما أن هذه المسألة هذه ما في يعني ماشي شي مسألة فيها حد، يعني هي فقط مسألة تخلخل النظام، فما بالك المسائل العقدية التي تخلخل المنظومة والنظام والتماسك المجتمعي. نعم صحيح. أي شفنا في الحلقة ديال المغالطات أن قضية الأسرة المتماسكة هي إطار لنبوغ واحد الفرد فعال في المجتمع إيجابي. صح. المجتمع المتماسك هو إطار لنبوغ وظهور أفراد ومقاولين وعلماء وناس فعالين في المجتمع اليوم. مجتمع مخلخل يعني مرتبك سائل متناقض متناطح ما عندوش الميزة باش يعطيك هذه الأفراد. صح. بارك الله فيك. لا شك أنه يعني
ملي كنجيو نتأملوا الآن النظام العلماني في الدول الغربية وغيرها، كنلقاو أنه ما وصلش لهذه المرحلة إلا من بعد مراحل كثيرة جدا مر منها. طبعا يعني واش هذه مرحلة قوة أو مرحلة انهيار أو مرحلة، يعني شنو غنحسبوا هذه المرحلة هذه من بعد ما نتكلم على مراحل أخرى؟ هو قضية المراحل هو نوع من الاستدراج، نوع من نعم الاستدراج، بمعنى راه ما غيجيش العمل ديال الشيطان، راه الخبرة عنده خبرة طويلة، فما غيجيش يتدرج. فعلا ما غيجيش ويبدل يقول لك يعني غتغير العقيدة ديالك أو الولاء ديالك من بين عشية وضحاها. فهاد المسألة ديال العلمانية المرحلة الأولى ديالها هي الدعوة إلى التسامح، نعم الدعوة إلى التسامح، تبدأ بالأشياء فقط، يعني خلينا يعني نتوافقوا على قيم إنسانية مشتركة. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي القيم الإنسانية المشتركة؟ هذا هل تقول لي حب الآخر؟ نقول لك لا، ذكرنا كتاب آدم سميث، الأنانية هي محرك المجتمع. نعم أتقول لي الأخلاق؟ نقول لك لا، يعني ما كاينش أخلاق يعني بدون الشعار قيم، هو اللي كيأثروا به على الناس، ما كاينش شيء هو سميتو أننا قيم، نجتمع على قيم ما إنسانية. كاينش شي حاجة سميتها قيم هذا هو إنسانية، الإشكال، ما كاينش شي كتاب شي سميتو حاجة، الإنسانية، نعم شي قيم بمعنى إنسانية ثابتة يعني. ثابتة طبعا، هي نعم متغيرة حسب المجتمع وحسب الفكر وحسب، ما كاين حتى شي قيمة اللي وإن كانت مشتركة في واحد الزمن ما، فليس هناك مبدأ حاسم وثابت يلزمها، بمعنى ذاك القيمة اتفقنا عليها اليوم حيدوها غدا غدا بالبرلمان. نقدروا ما نبقاوش متفقين عليها، طبعا قد تحيد ما وغتولي كاينش قيمة شي أخرى. حاجة مضطردة في الزمن، ما كاينش شي حاجة سميتها القيم الإنسانية المضطردة. نعم هتقول لي التسامح، هتقول لي أي قيمة، نقول لك شنو المصدر المضطرد ديالها، نعم شنو المرجعية ديالها، نعم المرجعية أننا اتفقنا عليها. طيب شيء اللي اتفقنا عليه اليوم نحيدوه غدا. كاين ربما نقدروا نعطيو شي أمثلة على هذه القضية ديال أن القيم الإنسانية تغيرت، كاين شي حوايج اللي كانوا الشذوذ، مثلا. الشذوذ مثلا كان، أو تبرج المرأة كان من كان ممنوع، كانت المرأة خاصة تلبس واحد الزي معين، كان هادشي خاصها كنهضروا على تخرج بالطيارة. أوروبا، اسلام وفغيليزا، لا كان أوروبا، اوروبا نتكلم على كان أوروبا، المرأة المرأة خاصها يعني. تخرج بالطيارة راسها، نعم الصياد المرأة ما خصهاش تطلع فوق واحد المقدار، بل كان الاختلاط في واحد الوقيتة يعني ينظر إليه عجيب. أنه شيء منبوذ، نعم كان يعني أشياء غريبة اللي هي من الفطرة في الحقيقة، هي من الفطرة، لكن تستغرب اليوم. نعم الشذوذ الجنسي، فعل قوم لوط كان يعني شيء مجرم، يعني تمام تجريم، صحيح. اليوم احنا كنشوفوا يعني كيفاش صار التطبيع معاه. تطبيع فهذا القيم إذا تكلمتي يعني طبعا تيولي طبعا، ينكر عليك بشكل. وهذا القضية ديال الحب الآخر كما قلنا، إلى جينا الأدبيات الفلسفية راه ما كاينش، كاين تفوق للأقوى والبقاء للأصلح، صحيح. لا من الناحية الاقتصادية الداروينية الاقتصادية والاجتماعية، لا من الناحية الفلسفية. نعم فهاد المسائل هذه يعني كان كنطيحوا في واحد النوع ديال الاتباع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعم تتبع الناس من قبلكم. نعم حذو القدة بالقدة. هذا هو، نعم حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. لا دخلتموه. ف كذلك يعني كان بداوا العلمانة حتى في نقدر نقولوا حتى في الرسوم المتحركة، كان بينوا ان الاقوى هو اللي كيربح. يعني كاين منصات كتتمرن من خلالها. طبعا كتمر نعم يعني رسائل صعبة، نوقف عند القضية ديال الرسائل الصعبة، لأن الوقت ما بقاش. نكمل إن شاء الله في حلقة إن شاء الله، إن شاء الله. قادمة. تكلمنا على قضية المراحل، كملناها ولا باقي فيها ما يتقال؟ لا طيب مراحل، يعني الحلقة المقبلة سوف نتحدث عن مآلات النظام العلماني إن شاء الله، بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك حفظك دكتور، الله، نفع حفظك الله الله بك، وإياك. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله دكتور. أهلا وسهلا سيدي. الله يبارك فيك، الله حفظك الله. يكرمك. تتمة للموضوع، موضوع العلمانية، تحدثنا فيما سبق عن يعني تعريفها وبعض المراحل التي مرت بها،
يعني بعض الأسباب المتعلقة بانبهار المسلمين بالفكر العلماني. الآن بلغنا الحديث عن مآلات النظام العلماني، يعني فين غادي يوصل هذا الأمر؟ هو قضية المنظومة العلمانية الكثير من الناس يفكر فيها في معزل عن السياق والمآل، فكيشوفها فقط كحل متوهم، في حين ملي كنشوفو يعني إلى ماذا آلت إليه يعني الدول التي طبقت العلمانية يعني بالأركان ديالها واللوازم ديالها إلى غير ذلك، كنلقاو أنه الدين يمحى من الحياة العامة، يمحى من الدين من الحياة العامة، وأكثر من ذلك يعني كيبدا كيتكلم في الدين أي شخص، صحيح. كتجعل واحد النوع من التسوية بين الناس بدون أخذ بعين الاعتبار الكفاءات، نعم. كذلك تؤول إلى جعل يعني العلاقات اللي هي محرمة دينيا يعني ممكنة، لماذا؟ عادية لأن الساحة العمومية لا دخل للدين فيها. فيها، نعم والساحة العمومية تمارس فيها تلك العلاقات نعم يعني صحيح. أو تنشأ فيها، وبالتالي أزعم أن التطرفات الدينية سببها العلمانية، نعم يعني الانحرافات اللي كنلقاو في كثير من المجتمعات بعض المجموعات إلى غير ذلك نعم سببها أن العنصر الديني تم تهميشه في الحياة العمومية. نعم هذا ما فيش تبرير لهذاك النظام، طبعا 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 ما فيش طبعا تبرير لهذاك الفكر، ولكن يعني محاولة كنتكلم عن فهم، نعم محاولة فهم. آه، مسألة مهمة جدا يجب الرجوع إليها، هو أن ملي كنتحدثوا في العلمانية كان فتحوا الساحة العمومية لأي انحراف نعم سواء وافق الدين أم خالفه. لماذا؟ لأن الدولة محايدة، نعم وبالتالي أي انحراف سلوكي أو فطري أو ثقافي يجد يعني مكان للتعبير في الساحة العلمانية. لماذا؟ لأنه الدين يبقى في المنزل. نعم مجرد ما تتكلم في الدين يتم إخصاؤك، فعلا فعلا، لأن يعني كان وصل واحد النوع من التنميط الثقافي، نعم كتولي واحد ثقافة يعني موحدة اللي كتعتبر الدين مسألة شخصية، وكنشوفوا أن هذا كذلك ناتج على ذاك التصور الكنسي للدين، حيث يعني كيشوفوا من اللي حكمت الكنيسة ساد التخلف والظلم، إذن في المقابل راح حنا كذلك. كذلك وقع عندنا نعم التخلف والظلم، في نعم حين اللي كنرجعوا للتاريخ كنشوفوا لما ساد الإسلام ساد يعني التسامح، ساد انتشر العدل، التقدم، انتشر العدل إلى غير ذلك، صحيح مع بعض الإشكاليات التي وقعت من الناحية السياسية بين طبيعي الفئة يعني. والأخرى، نعم لكن أمر طبيعي. كنهضروا على السياق العام خصوصا في البداية. نعم فهنا عندنا إشكالية ديال واش فعلا حنا نقدر نساقوا لهذه المنظومة العلمانية. دكتور، بالنسبة عندما ننظر إلى المآلات الآن ونتأملها، لابد المسلم يضع سؤال، يعني سؤال عريض، شنو هو، مش غادي نقول البديل، ولكن ما الذي ينبغي أن يكون على أرض الواقع في نظر الإسلام؟ احنا تنقولوا، ملي كنقولوا في نظر الإسلام ما كنقولوش في نظر فلان المسلم العالم، أو في نظر فلان، أو في نظر المذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية، لا، ملي كنقولوا في نظر الإسلام كنقولوا في نظر كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة أولي العرفان، ما نصبك للعلم سفاهة بين رأي فقيه وقول فلاني. حنا ملي كنهضروا على هذه المسائل هذه راه كنجيبوا داك الشيء اللي كاين في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شنو هو يعني اللي خاصو يكون على أرض الواقع في نظر الإسلام؟ هو طبعا في نظر الإسلام، وهنا كنشوفوا تعارض يعني جذري بين العلمانية والإسلام، حيث يعني الإسلام سبحان الله العظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى ما ترك هذا المجال فارغا، المجال المجتمعي،
نعم لأن المجال المجتمعي ما هو إلا تعبير عن الرغبات الفردية، ما نعم هو إلا مجموعة الأفراد. نعم فالله سبحانه وتعالى دل على فيك آيات كثيرة، مثلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نعم ولا تتبع أهواءهم، أو إن وما الحكم اختلف إلا لله. يعني الحكم إلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، نعم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا، نعم بل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم آيات كثيرة آيات جدا. كثيرة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر نعم فاتبعها. فاتبعها. نعم فهذه الآيات هذه، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نعم كان إذا بلغته الحدود أقامها، صحيح كان يعني المسائل المجتمعية كما ذكر القرافي في فروق الإمام نعم المالكي بين تصرفاته كإمام وكقاض وك إلى غير ذلك، فكانت له الأدوار المختلفة، كان هو يعني ماشي الإمام. الدور فقط هو الدور لا الديني لا، الأخلاقي ماشي دور روحي كما فقط، يريد لا لا يريدون أن يصوروا أبدا الناس. أبدا. وحتى في حقبة الخلفاء الراشدين كان الإمام عالم، نعم والعالم إمام. نعم صحيح. فملي كنشوفوا هذه الآيات كلها كنشوفوا أن ما يمكنش لا إسلام بدون إسلام في الساحة المجتمعية. وهذا الشيء هذا دكتور سيقع حتى مع التاريخ، مثلا تاريخ الدول التي حكمت المغرب، مثلا الدول المغربية، الدولة العلوية، الدولة، الحاكم يعني كتكون عنده الصفة. كيمثل نعم صفات، يعني الصفة في الدين، الصفة في الجانب العسكري، الصفة في هكذا. فعلا فعلا، بل يعني حتى الشرعية دياله مستمدة من ذلك. ولذلك صحيح. كان يعني يوسف بن تاشفين كان سمى نفسه بأمير أمير المسلمين المسلمين. نعم حتى لا يضاهي يعني أمير المؤمنين الموجود في نعم في بغداد، الدولة العباسية. وإن كانت يعني في ذاك الوقتين الدولة العباسية بدأت في الأفول ديالها صحيح والضعف صحيح. إلى غير ذلك. فهذه المسائل هذه كتبين لنا أنه يعني لا يمكن أن نفكر في شيء يعني اسمه الإسلام، في دين اسمه الإسلام، دون أن نفكر في التواجد في الساحة العمومية. وبالتالي يعني كاين اصطدام ما بين العلمانية والإسلام، حيث ما يمكنش اصطدام يقبلوا فكري، الأمر ما هذا. كنهضروش حنا على الواقع لا لا والناس لا وكذا، كنهضروا دائما في الجانب الفكري، نعم الجانب من ناحية المفهوم. المفهوم يعني مسائل اللي ما يمكنش حنا نتخلاو عليها. طبعا كون الإسلام، حنا ملي كنتكلموا على الجانب الفكري ما كنتكلموش على الجانب، حيت كاين فرق. دابا كاين اللي كيفهم أنك حنا لما نتحدث الآن سواء أنا وأنت ولا الدعاة، يعني على المنابر وغيرها والذين يؤلفون، يتكلموا على هذه القضايا وكأنهم غدا سوف ينزلونها على أرض الواقع وأن يحكموا قضية فكر كان شيء. احنا نتحدث على ما ينبغي أن يكون، احنا نسبح في فلك الأفكار. تمام. لماذا؟ لأن كما ذكرنا في الحلقة من قبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا منوط أمر بالسلطان. نعم. فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا نعم. منوط بأهل العلم والدعاة. صحيح. وإن لم يستطع فبقلبه. نعم هذا ضعف الإيمان. نعم بارك الله فيك. يعني الآن وصلنا إلى نقطة يعني فاصلة، هي قضية الفرق في الجوهر، يعني في مع النظام الشرعي. فعلا العلمانية هي نظام غير إسلامي، بمعنى الإسلام في واد والعلمانية في واد. بلا ما يجي شي واحد يقول لي راه ما كاينش مشكل، راه لان ما يمكنش تقول انا كافر مسلم مثلا. دابا الان انا ما تقدرش تقول انا نصراني مسلم. اي تماما. انا لما اسال دائما اما انطلاقا مما اعتقده انا او مما يقوله كثير من الناس الذين ربما تاثروا بالفكر المخالف، كيقول لك راه ما كاينش مشكل. يظن فين كاين الاشكال اصلا؟ سطحيا. واش فهمتي؟ سطحيا الى شتيها من بعيد وما نعم. كنتيش فاهم يا الاسلام، اما انه ما فاهمش العلمانيه يا اما انه ما فاهمش الاسلام. واللي كنقول هو ان اللي كيفهم الاسلام خصو يفهم شنو هو الكفر كذلك. نعم. بمعنى خصو يكون عارف نواقض الاسلام. صحيح. ما يمكنش تجي تقول لي انا الله سبحانه وتعالى قال وان يحكم بينهم بما انزل الله، ولكن نعم. انا ساحكم بغير ما انزل الله. نعم. واعتبر ذلك جائز.
بل من المباحات يعتقده الإنسان، يعتقده الإنسان أن الحكم بغير ما أنزل الله عادي، ما فيش إشكال. نعم. فهذه نواقض الإسلام. نعم. هذه مشكلة، يعني هذه لا يمكن للمسلم أنه يعتقد هذه المسألة. وبالتالي في المنظومة العلمانية مثلا ممكن أنك تشرعن لشيء حرام، مثلا ممكن تشرعن للربا، أو ممكن تشرعن للزنا، ممكن نعم. تشرعن للسحر، ممكن تشرعن للميسر. وهذا هو الواقع دكتور. طب يعني المنظومة العلمانية كتقول لك الدولة محايدة، بالتالي الأغلبية الأغلبية أو النظام الحاكم، لأن نعم. العلمانية ماشي دائما ديمقراطية، ماشي دائما. أحيانا النظام الحاكم كيجيب شي حاجة وكتولي هي النظام مستبد علماني. نعم. كما كان واحد الوقت في تونس. نعم. فممكن أنك تجي وتقول طيب الآن سنمرر يعني قانون فيه جواز مثلا السحر، أو جواز نوع من أنواع يعني المحرمات، فنعتبره في دولتنا مباحا. هذا يعني تحليل الحرام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال له الصحابي يعني هذا يعبدونهم من هذا هو قال له هل كانوا إن أحلوا لهم حراما حللوه. نعم. أحلوه. نعم. صحيح. إن حرموا حلال حرموا. يعني نعم. تغيير الشريعة بالكلية. الشريعة. هذه من نواقض الإسلام. بالتالي العلمانية كتعطيك المجال أنك تغير. دير هادشي أنا. تشرع المحرمات. الإسلام ما كيعطيكش هذا الإطار. نعم. وبالتالي نعم. لا يمكن تشريع الحرام في الإسلام. نعم. مسألة أخرى، في الإسلام كثير من الأركان هي مجتمعية. وغتبقى القضية ديال كذلك المجال ديال القاضي. نعم. فكثير من الأركان في الإسلام هي مجتمعية. صحيح. الزكاة. نعم. واش الزكاة عمل يعني غنديرو في الدار؟ لا. هو الأصل في الزكاة هو عمل مؤسسات. نعم. المؤسسة التي تمثل المجتمع تأخذ الزكاة لتردها من الغني إلى الفقير. نعم. فالزكاة يعني ركن مجتمعي. كذلك يعني عندنا كثير من الممارسات في الإسلام اللي هي مجتمعية، مثلا تحريم الربا. نعم. مجتمعي. الربا معاملات. نعم صحيح. تحريم الغش والغرر والميسر معاملات. هذه من المعاملات. نعم. فالحكم بما أنزل الله هذه من قضية القضاء. نعم صحيح. ففي المنظومة العلمانية إلى جيتي عند القاضي وكنت في دولة يعني تبيح يعني مثلا الميسر، وانت درتي واحد العقد ميسر مع شخص آخر، وذاك العقد فيه بنود، وواحد من الأطراف ما احترمش ذاك العقد، فالقاضي سيلزمه بذاك البند. صحيح. لماذا؟ يقول له ما احترمتيش العقد، والعقد خصو يتحترم، وغيلزمه وغيتم العقد وغيدوز بسلام. نعم. في دولة مسلمة ذاك العقد سيبطل. نعم. سيبطل من أصله، لأن العقد باطل. فهمتي؟ نعم. ولذلك فهاد المسألة هذه، الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع غير ما أنزل الله، كتجعل أنه الذي يقول العلمانية والإسلام ممكن يتفق، أو أكثر من هذا الشيء كاين اللي كيقول لك الإسلام علماني. نعم صحيح. الإسلام علماني، وهذا الشيء بدأ من وقت الأفكار التي نشرها يعني علي عبد الرازق. وهما باش يوصلوا هذا الشيء، هذا كونوا بعض المفكرين اللي تألفوا يتكلمون بالإسلام. وكثير منهم يعني لا زال حيا، وبعضهم توفى والله. ينفق من وقته ومن مؤلفاته ويتقاضى على ذلك أموال باش شرعا لقضية كون العلمانية ما عندهاش يعني تناقض مع الإسلام. أن تكون مسلم ما كاينش إشكال، ما أصل العبادة ديالك ما كاينش شي واحد غير منعك أون بخيفي في الدار، ولكن ما خليك في بيتك، صلي يا سيدي، قوم الليل، صوم، ما كاينش مشكل. مجال العقود والمعاملات والاقتصاد، لا ما عنده علاقة بالإرث والأسرة. وعلاش كيقولوا الدكتور ما عنده علاقة؟ لأنهم كيقول لك كيفاش الإسلام يعني نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1400 وأكثر سنة، وحنا في 2021، كيفاش هذاك النظام غيبقى جاي 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 إلى يومنا هذا ويبقى حاكم؟ يعني امور اكل عليها الدار وشرب. المنطق راه عنده 2500 عام، مازال خدامين به الى حيدنا غنحيدوا العلم. اذا التاريخ والتقادم لا يلغي الحقائق. الله يجازيك بخير. ممتاز ممتاز. اذا هذا هو، فإلى جينا تاملنا كنلقاو انه حتى هذه المسائل هذه اقدم مما جاء في يعني في 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 كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ربما الوقت انتهى. هذه الحلقة ما بقاش فيها شي حاجة دكتور، قضية العلمانية. الحلقة المقبلة فاش غادي نتكلموا؟ رقم مقبلة إن شاء الله في واحد الموضوع اللي مرتبط بالرأسمالية وبالليبرالية هذاك الشيء علاش وبالعلمانية، خلينا في الخاتم كلهم اللي هو نخليهم مفاجأة. بالضبط مفاجأة. بارك الله فيك دكتور، حفظك جزاك الله الله خيرا، أحسن وإياك. الله إليك. آمين. السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.